عليكم البنات، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كل شيء لاباس؟ اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الطويجين زوين وانتيجي لذيذ. يلا خليكم على المقادير وغتشوف. سلام البنات، عندي هنايا الشفرجل شديته غسلته قطعته بحال هكايا، غنديرو طويجين. عندي هنايا جوج طريفات ديال اللحم، ها هما. يا عندي طويجين غير صغيور. عندي هنا قزبر ومعدنوس، عندي هنا الزبيب حتى لاخر لحظه عاد غندير الزبيب. عندي هنايا بصيله مكركبه وحيده صغيره قطعتها صغيره. عندي نص كاس ديال زيت العود، ها هويا. عندي هنايا توابل، عندي هنايا سميتو الملحه، عندي زعفران داك الصفر، عندي شويه ديال الثومه بودغ، عندي القرفه، عندي سكينجبير ومليحه. البزار ما عنديش ما غنديروش، ماشي مهم البزار. وعندي هنايا بصيله تاع الاخر غنديرها، ها هي. وعندي عسيله في الاخر، العسل نديرو، كاين اللي يدير السكر، اللي بغيتوش ديرو العسل ديرو السكر. انا غندير واحد رشيشه هكا ديال العسل، ها هي. يلا هانتوما خليكم معايا، راه تيجي واحد المعسل هكا يا زوين وانتيجي، وتنشرطوه بحال هكايا. هذا هو الموسم ديالو، وقت البرد. بلاص الشفرجل وكاع الفواكه ديال البرد. يلا هانتوما خليكم معايا البنات. دابا غنشعل عليه العافيه، ولكن خاص العافيه تكون قليله، يطيب على مهلو، ما تكثروش العافيه فيه، يطيب على خاطرو. يلا هانتوما خليكم معايا البنات. هذا هو الطويجين اللي درت معاكم، تنتمنى يعجبكم وتشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد. هانتوما شوفوا كيفاش جا، تيجي معسل ومعلك زوين، ودرت ليه شويه جلجلان من الوسط هكايا برقيقات. تنتمنى يعجبكم البنات وتشاركوا في القناه باش يوصلكم جديد، وتبارطاجيو مع عائلاتكم وصحابكم
يلا خليتكم على خير، بسلامة.